بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة على العمارة القوطية. احنا يمكن ادينا نبذة عنها المرة اللي فاتت بعد ما خلصنا العمارة الرومانسك. زي ما اتكلمنا ان العمارة القوطية مميزة بتفاصيلها وواجهتها والعناصر الانشائية الجديدة اللي فيها، واهتمامهم بالشكل الخارجي والشكل الداخلي في ذات الوقت، وإن الإضاءة تكون مبهرة وقوية داخل الفراغات بتاعة المباني، سواء كانت مباني كاتدرائيات أو كنائس أو مباني قلاع أو مباني سكنية. وزي ما إحنا اتكلمنا إن العصور الوسطى في أوروبا بدأت من الإمبراطور قسطنطين، وتحول العاصمة من الإمبراطورية الرومانية إلى القسطنطينية، وعشان كده ظهر لنا العمارة البيزنطية، ثم سقوط الإمبراطورية في روما، والعمارة البيزنطية بدأت تزدهر بدءا من القرن السادس، والرومانسك بدأ بعد كده يظهر من القرن العاشر للقرن الاثناشر. ثم العمارة القوطية بدأت من بعد العمارة الرومانسك، يعني من القرن الاثناشر للقرن لبداية القرن السبعتاشر تقريبا، أو يمكن قبلها بشوية. من أشهر المعالم للعمارة القوطية الكنيسة اللي احنا سمعنا كلنا خبر محزن عن حرقها في عام 2019، اللي هي كنيسة نوتردام، والكنيسة بتاعت كلون وسالزبوري في إنجلترا. الستايل القوطي بصفة عامة هو كان عبارة عن امتداد للتفاصيل في نهاية عمارة الرومانسك، ولكن بمحاولة إخفاء العناصر الرومانية اللي كان الرومانسك بيحطوها في جميع المباني بتاعتهم. لان احنا قلنا قبل كده الرومانسك اللي هو رومان لايك، هو هنا بيحاول يعمل اشكال جديدة من العمارة، يمكن جزء منها مستوحى من العمارة الاسلامية اللي في العصور الوسطى اللي كانت متزامنة مع الفترة بتاعت ظهورهم، وبالذات في الأرش البوينتد اللي خد نفس الفكرة أو التكوين بتاع العمارة الإسلامية، وابتعد عن الأرش النص دائري اللي كان منتشر جدا في العمارة الرومانسك. ابتدت العمارة القوطية أو بدأت تظهر بدءا من فرنسا، وزي ما قلنا هم فرنسا كانت متأثرة بالعمارة الرومانسك، ولكن العمارة القوطية استبدلت الأرش الشهير في العمارة الرومانسك النص دائري بالبوينتد أرش، وكذلك أشكال العمارة في بلاد المغرب وأسبانيا اللي كانوا تحت الحكم الإسلامي، ولكن صراعات الخلفاء المسلمين والأمراء أدت إلى سقوط الدولة الإسلامية في المغرب وأسبانيا. زي ما قلنا إن التفاصيل كانت السمة الغالبة على العمارة القوطية، سواء في الواجهات الخارجية أو الواجهات الداخلية. الإنشاء بقى أكثر براعة في العمارة القوطية، الإضاءة بقت أكثر إبهارا، الفتحات أكثر اتساعا، بقى ليهم علامات مميزة زي مثلا الروز ويندو والستيند جلاس اللي هو الإزاز الملون والمعشق. الفولتس بقت أكثر تعقيدا زي الجراوند فولت والريبت فولت،
الأعمدة ما بقتش فقط من الأشكال القديمة الرومانية، ولكن بقت ليها تشكيلات جديدة هما اللي ابتكروها. العمارة القوطية مرت بعدة فترات، بدايتها في القرن يمكن الـ12 والـ13، التطور بتاعها بقى يمكن ظهر شوية في القرن الـ14، في القرن الـ13، في القرن الـ14 بقت وصلت لأكثر درجات الازدهار بتاعها، ثم بدأت بعد كده تتهاوى أو تضعف بدءا من منتصف القرن الـ15. وبالمناسبة قبائل القوط دول كانوا غزاة من البربر، جم من شمال أوروبا واستولوا على أجزاء كتيرة جدا من أوروبا ونشروا سيطرتهم عليها، وحاولوا يخفوا كل ما له علاقة بالحضارة الرومانية، اللي كان الرومانسك من دعاة التشبه بها في عمارتهم بالعمارة الرومانية القديمة. وبالتالي هم استبدلوا العمارة الكلاسيكية القديمة بعمارة جديدة خاصة بالثقافة بتاعتهم. ولو جينا نقارن ما بين مثلا قطاع في الرومانسك وقطاع في العمارة الجوتك، هنلاقي إن الرأسية أو الفرتيكاليتي هي السمة الغالبة على العمارة القوطية، وده معناه إن هم برعوا في الإنشاء وحطوا نظم جديدة للإنشاء، زي مثلا الفلاينج باتريس اللي هو الدعامة الطايرة اللي كانت بتسند الحوائط العالية بأنصاف أرشات ضخمة، حتى الارتفاع الداخلي بتاع النيف والآيلز بقى أعلى بكتير من العمارة الرومانسك. الحوائط نفسها بقت رشيقة عن الحوائط والدعامات في عمارة الرومانسك. ولو جينا نقارن ما بينهم هنلاقي إن الاتنين اعتمدوا على فكرة اللاتين كروس، ولكن اللاتين كروس هنا بدأ الدراع الأصغر يبدأ يندمج أكثر مع الدراع الطويل اللي بيحتوي على النيف والآيلز. وزي ما شايفين هنا إن الدعامات بقت رشيقة جدا ومسطحها صغير بالمقارنة بعمارة الرومانسك، وبمعنى كده إن الفتحات هنا بقت أكبر بكتير من عمارة الرومانسك. الفولتس نفسها بقت أكثر تعقيدا، مش عبارة عن البارل فولت أو الجراوند فولت البسيط في العمارة الرومانسك، ولكنها راحت لأشكال تانية من التغطيات زي الريب فولت والكومبلكس جراوند فولت. الإضاءة مبهرة بعكس الرومانسك اللي هو الإضاءة ضعيفة، استخدموا تفاصيل وتماثيل ضخمة في الواجهات الخارجية بعكس الواجهات الفقيرة شوية في عمارة الرومانسك. من الحاجات برضو اللي تعتبر فروق جوهرية إن الأبس نفسه هنا بقى كان يعتبر سيبريت عن جسم الكنيسة نفسه، لكن هنا في العمارة القوطية هنحس ان الابس جزء لا يتجزأ من جسم الكنيسة، كأنه الممشى بتاع الايلز بيلف حوالين الابس او عند الابس بيحيط بيه. وزي ما قلنا الفولتات في العمارة الرومانسك كان أكتر حاجة مستخدمة هي البارل فولتس وبعض الجراوند فولتس، لكن في العمارة القوطية الجراوند والريب فولتس، وكمان بيبرعوا في تشكيلات معقدة جدا من الريب فولتس. الأرشات زي ما قلنا الرومانسك مميز جدا بأرشاته النص دائرية اللي متاخدة من العمارة الرومانية القديمة، لكن عمارة الجوثيك بتعتمد أكتر على البوينتد آرش المتأثر بالعمارة الإسلامية. الفولتس بتاعتهم العالية ديت في العمارة القوطية كانت بتعتمد على وجود حاجة اسمها فلاينج باتريس، وهنشوفها لما نيجي في العناصر الإنشائية، لكن في العمارة الرومانسك كان بيعتمد على الحوائط السميكة والباتريسز اللي هي اتاتشد مع
الحوائط مش منفصلة عنها زي عمارة الجوتيك. كليرستوري عبارة عن شبابيك صغيرة في العمارة الرومانسك، لكن هي عبارة عن شبابيك ضخمة جدا ومعمولة من الستيند جلاس في عمارة الجوتيك. الواجهات الخارجية بتعتمد على إنها مش طويلة أو مش عالية، مش على الفرتيكاليتي، على الهوريزونتاليتي أو الارتفاع المتوسط يعني، لكن عمارة الجوتيك كانت ضخمة جدا ومليئة بالتفاصيل. الواجهات الخارجية تعتبر كانت بسيطة إلى حد ما وواجهات مصمتة، ولكن في عمارة الجوتيك كانت عمارة زخرفية مليئة زي ما قلنا بالتفاصيل والمنحوتات. يمكن كمان المود الداخلي بتاع عمارة الرومانسك كان مظلم إلى حد ما ومقبض، ولكن العمارة القوطية كانت الارتفاع عالي والشبابيك ضخمة جدا وشبابيك عالية جدا، وبالتالي كمية الضوء اللي بتغمر الفراغ كانت أكبر بكتير. من الأمثلة على العمارة الرومانسك سان سيرنن وتولوز في فرنسا، لكن في الجوثيك نوتردام في فرنسا وسالزبوري في إنجلترا وتشارترز كاتدرال في فرنسا. لو بصينا شوية على الكلام اللي احنا كنا لسه بنقوله، هنشوف هنا الفولز اللي هي الجراوند سيمبل جراوند، او ممكن نلاقي البارل زي هنا، لكن في العمارة القوطية بنشوف تعقيد في الجراوند والريب فولز، بالإضافة إلى إن الشبابيك مثلا كانت صغيرة في الكليرستوري، لكن في الجوتيك كانت شبابيك ضخمة جدا ومرتفعة جدا وبتديني جو شديد الإضاءة في داخل الكنائس. بنشوف إن الأرشز كانت سيمي سيركلر في العمارة الرومانسك، تحولت إلى بوينتد في العمارة القوطية. وأدي 3D sections بتوضح، أو 3D model مقطوع فيها بتوضح إلى حد ما الفرق ما بين الـ interior والـ exterior لعمارة الرومانسك المشتهرة بالبارل فولت بتاعها بالباتريس الدعامات اللي هي attached مع الحوائط السميكة جدا. الإبراج ما زالت قصيرة، الواجهات فقيرة إلى حد ما، الكروسنج اللي هو على تلاقي الترانسيت مع النيف ارتفاعه صغير. لو بنقارن بين العمارة القوطية هنلاقي الأبراج بقت أكثر ارتفاعا أكثر تفاصيلا، حتى الشباك الروز ويندو لو قارناه هنا هنلاقي شكله مختلف. الأرشز بوينتد، هنا الأرشز نص دايرة، الدعامات الخارجية أهي دعامات خارجية في اللي هي الفلاينج باتريس، وبتسند الحوائط عن طريق أجزاء من أرشز. الواجهات غنية جدا بالتفاصيل، غنية بالرساسز، غنية بالتماثيل، التغطيات في الكروسنج ممكن يبقى عليها كمان، هنشوف هنا حاجة اسمها أسباير يعني نوع من أنواع الأبراج المرتفعة. الفتحات هنا ضخمة جدا بتدخل كميات إضاءة قوية جدا داخل الفراغ، هنا الفتحات أقل بكتير لأن الحوائط السميكة ما كانوش بيقدروا يفتحوا فيها فتحات بشكل كبير. لو بينا بقى نتكلم على أشهر الكاركترز اللي بتميز عمارة الجوثيك، هنلاقيها البوينت آرش زي ما قلنا، الريب فولت، الباترسز اند فلاينج باترسز، اللارج ويندوز. واللارج ويندوز كانت بتتجمع يعني مع بعض، يبقى الفتحة الواحدة عبارة عن 3 شبابيك أو شباكين. بتعتمد على وجود العناصر النباتية التجريدية كأنها زي كوليسترا على الفتحات. اهتموا جدا بفكرة اسمها الروز ويندو، شباك ضخم مميز للواجهات.
التاورز والسبايرز البانيكلز اللي كانت تعتبر نهايات الفلاينج باتراس، يعني فلاينج باتراس نهايته كده. هنا في زي عمود صغير او تاور صغير بنسميه البانيكلز. الواجهات طبعا كانت مليئة بالزخارف ومليئة بالتماثيل. العمارة الجاثيك ما كانتش بس عمارة دينية، ولكن هي كانت موجودة في جميع أشكال العمارة القوطية، زي المباني السكنية، زي التاون هاوس الفيلات الصغيرة، أو القصور الضخمة، أو المباني التجارية، أو المباني العامة، أو القلاع اللي اشتهرت في هذه الفترة، أو في الأسوار الدفاعية أو الكباري، أو الكاتدرائيات والكنائس الصغيرة والكبيرة. يعني في جميع أشكال العمارة بتاعتهم خدوا تفاصيل واحدة اللي هي التفاصيل العمارة القوطية الجديدة. ولو جمعناهم مع بعض في أكتر من جدول هنلاقي زي ما قلنا الفولتنج فريم وورك، طبعا هو من الحجر وبيعتمد على البوينتد آرش وعلى الأعصاب. اللي بنعتمد في الإنشاء الخارجي على الباترسز والفلاينج باترسز. الحوايط طبعا مش هي السبورت الرئيسي زي الرومانسك، يعني نعتبر الجوثيك نظام إنشاء هيكلي مطعم ببعض الحوايط الحاملة. الحوايط فيها شبابيك واسعة ومرتفعة بشكل ملحوظ. الإزاز كان مسطحاته ضخمة وإزاز ملون، وممكن يبقى من زي ما بنقول من العمود للعمود، يعني زي الكيرتن وول كده، يعني حاجة ضخمة جدا. فروم باتريس تو باتريس الشافت أو الحنيات في الأبس اللي ورا الأبس كانت عبارة عن small chapels، ومستمرة الحركة قدامها مستمرة عن طريق الأيلز اللي بتلف حوالين الكنيسة كلها. والنيف ارتفاع بتاعه عالي جدا هو والأيلز، وأشهر مباني قوطية هي المباني الفرنسية. مرة تاني أدي أشكال عشان نعرف اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هي ال pointed pinnacles والجاركولايز اللي هي التماثيل اللي على الأسطح بتشير طبعا لقوتهم ووحشيتهم. الستيند جلاس ويندو، الجوثيك ارش، الجوثيك فولت، الفلاينج باتريس إضافة إلى دوز ويندو. الأسقف بتاعتنا زي ما قلنا بيبقى عليها اسبايرز وتاورز، وبتبقى خشنة، السلوات بتاعها خشن، خط السماء بتاعها مش فلات، خط السماء معرج مليء بالتفاصيل. الأسقف من جوه قلنا بتعتمد على الجراوند فولت عن طريق البوينتد ارشز مش السيمي سيركل ارشز زي الرومانسك. وعندي السقف من بره عبارة عن جملونات خشبية. التقاطع بتاع الترانسيت مع الايل في الكروسنج غالبا بيبقى فوقيه اسبايرز. الفلاينج باتريس نهايتها بتبقى مشغولة ب تاورز صغيرة اللي بنسميها البانيكلز. شايفين طبعا هنا برضو الاستراكشر بتاع النيف والدبل ايلز والفلاينج باتريس. ادي النيف الطويل بتاعنا، وادي التو ايلز ممكن يبقوا فور ايلز. الجزء ده اللي هو امتداد للايلز بتلف من قدام الابس اللي في الجهة الشرقية، والمدخل طبعا بيبقى من الجهة الغربية. وبنلاقي في الترانسيت مداخل إضافية، والدراع أصبح صغير جدا مقارنة بعمارة الرومانسك ومدمج مع الجسم بتاع الكنيسة. ما نقدرش نحدد قوي شكل اللاتين كروس زي ما كنا بنحدده في عمارة الرومانسك، اللي هو الدراع ده كان بيبقى أطول بكتير من كده،
وزي ما قلنا إن في مداخل جانبية أحيانا بنلاقيها في الكنائس، وممكن نلاقي إن الأيز مش سنجل أيل، لأ ممكن نلاقيها دبل أيل، بس لازم نلاقي برجين طوال في المقدمة أو في الواجهة الغربية بتاعة الكنيسة. البلانز كان ممكن تاخد شكلين رئيسيين، درايفد فروم بازيليكان شيب أو صالون شيب، يعني كأنه كله جزء واحد. زي ما قلنا الشافتس اللي هي زي أجزاء صغيرة للعبادة موجودة في نهاية الكنيسة عند الأبس في الأمبيولاتري اللي هو المكان اللي بنتجول فيه من الأيلز، بيبقى امتداد للأيلز بتاعتنا. ده كده الكراسنج اللي فوقيه أسباير، ده الترانسيت اللي هو الدراع الأصغر، ومنطقة الشوار اللي هو فيها الأوركسترا، والنارثكس المدخل، وجنبيه التو تاورز وده الأيل نيف، وطبعا الايه السكندري انترنسز او البورتش. وادي في 3 دي لو حبينا نبص على 3 دي هنشوف هنا الكارجولاس اللي هي التماثيل الوحشية، والتاورز او ممكن نسميها اسبايرز، والواجهات الغربية بيميزها الروز بينت والبوينتد اند ريسست ارش، فلاينج باتريسز في الواجهات الجانبية الطويلة، المداخل الثانوية راديال تشابلز او تشافتس، والابس والامبيولاتوري اللي هو الممر اللي قدام الابس والتشافتس المكمل لحركة الايلز. وطبعا الكروسنج هنا ممكن يبقى ما فيهوش اسباير او تاور، واحيانا بنلاقي هنا التاور زي نوتردام. الكلير ستوري بشبابيكه الواسعة، والترانسيت بيبقى ضيق شوية عن الرومانسك او مدمج مع الايلز النيف. ده سيكشن بسيط لو كنيسة عبارة عن one aisle مش two aisles. بنشوف هنا ان الباترس الخارجي وده الجزء ده مفرغ، وان الباترس عليها نهاية من البانيكلز. الكلير ستوري هنا بنلاقيه في جزء مرتفع، وتراحيه حاجة اسمها الترايفورم. ترايفورم عبارة عن شباك ثلاثي للفتحات، متاخد شوية من العمارة الإسلامية اللي ظهرت في نفس فترة العصور الوسطى. لو خدنا سيكشن تاني فبنسمي التربين اللي هو الشبابيك اللي بتنور الايلز، والترايفورم اللي هي بتنور الايل شبابيك علوية. زي ما قلنا 3 أجزاء 3 فتحات داخل ريسس واحد، أو الكريستوري اللي هو بقى منير للغاية وبيبقى مرتفع بشكل كبير لأنه هنا مفتوح تقريبا للخارج، والفلاينج باترس شايلة الحوايط بتاعته. وزي ما قلنا فروم باترس تو باترس بنلاقي تقريبا الشباك واخد المسطح كله، معناه إن الشبابيك كانت واسعة بشكل كبير. نقدر نرجع هنا ونشوف الأجزاء زي ما اتكلمنا عنها مرة تانية في 3D section. لو جينا اتكلمنا على الماتيريالز المستخدمة في العمارة القوطية هنلاقيها متنوعة حسب البلد اللي بنشتغل فيها، يعني مثلا في فرنسا من الحجر الجيري الخفيف إلى الحجر الساند ستون الحجر الرملي أو الطفلة الحمراء، والرخام الأخضر في إنجلترا، إلى الطوب في ألمانيا والدول الإسكندنافية، للحجر في إيطاليا، للأخشاب المستخدمة طبعا فيهم كلهم لصناعة أو لإنشاء الجمالونات. الستراكشرال elements زي ما قلنا ان هنا ما اعتمدوش بقى على البيرنج وول ستراكشر، هم اعتمدوا اكتر على السكيلتال ستون ستراكشر او المباني الهيكليه من الحجر. structural elements اشهر عناصرها، العناصر بتاعت الستراكشر بتاعتنا هنا البوينت ارش، البانيكلز، الجوثيك فولت، والفلاينج باتريس.
البوينت فولت كمان أصبح أكثر قوة وجمال، لأن هم استخدموا أكثر من طريقة لبنائه. هنشوف منها دلوقتي حسب تغيير وضع المراكز بتاعة الجزئين بتوع البوينت أرش، وأحيانا كمان بيبقى ليه 4 مراكز زي ما هنشوف. الشكل الزخرفي بتاعه نتج من إن هو أصبح ريسيزد أرش، يعني واخد أكتر من ليفل. أشهر نوع اللي هو اللانست أرش، اللي هو المركزين خارج حدود الأرش نفسه. ده بيسمح لي بوجود شبيك عالية مرتفعة، ده اللي قلنا عليه اللي هو الترايفورم. طبعا بياخد أشكال معقدة، غير بخلاف الرومانسك اللي هو كان شكله بسيط من سيمي سيركل، بيحكمني في الارتفاع وفي العرض. الاكولاترال ارشز ده يعتبر نوع مختلف شوية عن اللي فات، لأنه هنا المراكز عند البدايات بتاعة الارش، والاكولاترال ده بياخد أشكال داخلية في الانترادوس بتاعه زي ما احنا شايفين. في الفلام بوينت ارش اللي هو قلنا ممكن يبقى ليه اكتر من مركز، وبيوصل ل4 مراكز، بيوصل ل4 مراكز. في منه نوع مضغوط يعني الارتفاع بتاعه صغير، وفي منه نوع اللي هو المرتفع. فده كده فيه هنا مركز ومركز لده، والجزء ده ليه مركز والجزء ده ليه مركز. في 4 مراكز للأرش ده، والأرش نفسه بيبقى عليه كوليسترا من العناصر التجريدية للنباتات، تدي طبعا أشكال جميلة جدا معمولة من الرخام والأحجار. يعني طبعا تخيل إن في العصر ده ما عندهمش مكن سي إن سي ولا حفر ليزر، فإزاي بيعملوا التفاصيل الرخامية الهندسية المنتظمة دي؟ طبعا إبداع في وقته. بالنسبة للأرشز هم طبعا مش هنلاقي عندهم ريبد فولت، لكن بارل فولت آسف، هنلاقي جراوند وريبد فولت. الريبد فولت عندهم هنا عبارة عن أعصاب بسيطة أو أعصاب مركبة، وبتثبت على بيلرز أو دعامات أو أعمدة رشيقة مش زي الرومانسك. طبعا برعوا في استحداث أشكال إنشائية، وبتديني في نفس الوقت شكل جمالي معماري في الانتيرير من الريب فولت. البوينت بلينكلز دول عبارة عن تاورز صغيرة الحجم قليلة الارتفاع، ولكن بتميز نهاية الفلاينج باترسز، وبتتحط ممكن على الواجهات على الواجهات الخارجية على الأسوار. عاملة بالظبط أو هما كانوا بيحطوها كأنها اللايت بولز أو أعمدة إنارة، يعني بديل لأعمدة الإنارة. في إيطاليا بدأت تاخد شكل أكتر تعقيدا، وعشان كده خط السماء كان بيقول عليه رف أو خشن في العمارة القوطية. الفلاينج باتروس زي ما احنا شايفين هنا دعامات خارجية متصلة بأجزاء من أو أنصاف أرشز، وفي الغالب برضو بوينتد، بتسند الحوايط الخارجية، وبالتالي بتسمح إن من الفلاينج باترس فلاينج باترس يبقى عندي فتحة ضخمة جدا أدخل منها الإضاءة. طبعا دي بتحمي لي المبنى من الانهيار كأنها دعامات خارجية. لو جينا مسكنا العمارة القوطية الفرنسية بالذات، هلاقي اعتمدت على ايه؟ اختلف طبعا في القرن الـ12 عن الـ13 عن القرون الـ14 و15 وجزء من القرن الـ16.
يعني الستايل بتاعها اكتر كان لانسنت، كان رايان آن، كان فلايم بوينت اللي هي الاشز الرباعية المراكز، وان الشباك عليه تريسري زي تجريد النباتات وزي خروج اللهب كده اللي احنا شفناه من شوية. التريسري او النباتات هنا كانت واخدة شكل سيركل الى حد ما. في اللانسيت اعتمادهم على الاشكال الهندسية والبوينت الارش. من اشهر الكنائس الفرنسية نوتردام دي باري اللي زي ما قلنا اتحرقت في نهايات 2019. طبعا هي واخدة شكل الصالون، النيف بتاعها واسع، ليها دبل ايلز، الترانسيت في بسيط جدا، عليه اسباير للأسف ده اتحرق الحريق الأخير. الشابلز بتحيط بالكامل بالامبيولاتري، وفيها شباك مبدع جدا من الروز ويندو بيميزها، والانتيريو بتاعها في غاية الروعة. تعتمد على الارتفاع الضخم جدا للنيف والايلز والشبابيك بتاعة الكليرستوري. لو قربنا ونشوف التفاصيل الحجرية والرخامية و آسف الجريكلايز والبانيكلز الصغيرة والتماثيل الروز ويندو التريسري اللي على الروز ويندو. يمكن بنلاقي في بعض الأعمدة بتاعتها أعمدة متاخدة لسه من النمط الروماني القديم في أجزاء صغيرة، لكن الجزء الأكبر زي ما شفنا هنا أعمدة القوطية بقى، لكن في جزء صغير كده من تيجان الأعمدة الرومانية القديمة، ده بيميز شوية كنيسة نوتردام. الأرشز الطويلة نتيجة إن بيستخدم بوينت أرش من السيمي سيركل أرش، تراي فورم، والكريستوري ضخم، والروز ويندوز الصغيرة، الريب فولت مش بعد الفولت زي ما قلنا، ده الروز ويندو اللي بيميز الانتيرير والاكستيرير، يعني من لقطته من الخارج وإضاءته من الداخل، مميز جدا لشكل الكنيسة. زي ما قلنا جمال الانتيريور في استخدامهم لبعض الكابيتلز للأعمدة أو البيلرز اللي هي الأعمدة اللاتش في الشهيرة في العمارة الرومانية زي الكورنثيان كابيتلز. طبعا دي الواجهة الأشهر اللي معروف بيها كنيسة نوتردام اللي هي الواجهة الغربية، وباين من ورا الإسباير اللي هو اتحرق، كان من خشب كله اتحرق الحريق الأخير، وبما يميزها من 3 مداخل كلهم من الريسيست أرشز، واللي عليهم تماثيل صغيرة في الريسيسز اللي بتحصل، هي التماثيل الصغيرة دي كلها في الريسيست أرش، والتماثيل على المداخل وعلى الواجهة الغربية بالكامل، ودول الدعامات الخارجية الباترس، بخلاف اللي في الجانبي الواجهات الجانبية اللي هي الفلاينج باترسز. فزي ما قلنا ان بيميزها المداخل الثلاثية اللي عبارة عن ريسيست ارش، والنيتشز اللي موجود فيها تماثيل، والريسيسز العميقة جدا، و الاركيد اللي واخد من الباترس للباترس، وبيميزها طبعا التو تاورز بتوعها والفلاينج باترس اللي موجودين في الواجهات الجانبية، هم ده شكلهم. وهنا من باترس باترس في شباك ضخم، وبداية الأمبيولاتري مع الأبس، والبانيكلز واضحة فوق الأسوار، وفي نهايات الفلاينج باترسز. وطبعا أدي الكراسينج اللي هو جاي مع الترانسيت مع الآيل والأسباير الخشبي زي ما قلنا ده اتحرق. ديت البانيكلز والجريكلز اللي هي
التماثيل الوحوش اللي هي كانت زي ما نقول بتدي إحساس بوحشية المكان، يعني قوة القوطيين أو قبائل القوط عشان محدش يفكر يغزوهم. ده شكل الفلاينج باترس وهي بتسند الأمبيلاتري والأبسس والشافتس، الواجهة الخلفية الشرقية اللي وجد فيها الأبس بقى نفسه. زي ما قلنا الاسباير ده للأسف اتحرق الحي الأخير. لو رحنا كنيسة تانية برضه في فرنسا، فمن أشهر الكنائس التانية عندنا كنيسة أميانز، برضه نفس الكونسبت في البلان، لكن ديت سنجل آيل مش دبل آيل. الفولتس بتاعتها جراوند بس أبسط شوية من الكنيسة بتاعت نوتردام. الريبس فيها أقل تعقيدا، برضه فيها روز ويندو، الأعمدة الضخمة اللي شايلة البوينتد أرشز، برضه فلاينج أرشز فلاينج باترسز مع البانيكلز الخارجية، والأرشز بتغطى من الخارج بالجملون الخشبي. لو رحنا للعمارة القوطية الإنجليزية هنلاقي إن الأرشات مميزة جدا بكمية التفاصيل اللي موجودة في الريبس الداخلية، طبعا بتديني شكل جميل جدا في الأسقف، وده مميز جدا، شكل حاجة مميزة جدا للعمارة الإنجليزية القوطية. برضه وجود التريسري على الأرشز كلها من الحجر والرخام. ده بقى عبارة عن four centered arch، يعني ادي arch اتنين وفي هنا كيرفين صغيرين. دي باترسز مش فلاينج، دي باترسز اللي هي الدعامات السندة للحوائط الضخمة. من أشهر الكنائس الإنجليزية كنيسة زي سالسبري، هي one aisle ولكن معاها كورت خارجي ومعاها زي chapter house. ممر متصل بالايلز، فيها اتنين ترانسيت بس التاور موجود في الترانسيت الاكبر. الابس هنا مش زي الفرنسي دائري لكن هنا مربع. هنلاقي برضو الامبيولاتري ان هو الايل مكمل وراجع تاني على الايل الاخر قدام الابس. ده الشكل طبعا مختلف ومميز جدا للعمارة القوطية الإنجليزية عن العمارة الفرنسية. طبعا البانيكلز واضح والتاورز أو السبايرز. كنيسة ويلز برضو من الطرز من الكنائس المميزة للطراز الإنجليزي القوطي. هنلاقي هنا إن الأبس مضلع، في برضو تو ترانسيت، الأيل مكمل شبه مكمل مع الأمبيولاتوري، تو تاورز طبعا في الواجهة الغربية. في كنيسة كمان زي كنيسة ألي، الترانسيت هنا واخد الشكل المتمم، الأبس واخد الشكل المربع، يعني الفرنسي هو اللي بياخد الشكل الأكثر دائري في الأبس بتاعنا. الطراز الإنجليزي ده أكتر بنسميه طراز نورمان أو نورماندي، مجموعة قبائل كانت عايشة في إنجلترا. برضو شايفين هنا إن الانتيريور بتاعنا مضيء بشكل كبير من خلال الكليري ستوري اللي موجود بالإزاز الملون المعشق. آدي الترانسيت المتمم، الكروسنج يعني اللي هو على الترانسيت المتمم مع الأيل مع النيف، آسف. ادي السكشن بتاعنا باين فيه، ده الجزء المتمم اللي احنا شايفينه هنا. زي ما قلنا الأسقف مميزة جدا في العمارة القوطية الإنجليزية، كمية الإضاءة مبهرة للغاية. في طبعا مستحدث منها قصر ويست مينستر أو يورك مينستر في إنجلترا، ده جزء يعتبر حديث في نهاية القرن الـ18 موجود لحد النهاردة، اللي هو مبنى الكونجرس الإنجليزي أو مبنى مجلس الشعب الإنجليزي.
طبعا دي كنائس مختلفة زي لانترين كاتدرال في انجلترا، زي جلوستر كاتدرال في انجلترا برضو. الابداع في الجزء بتاع الابس، الروز ويندو، الريب فولتس، الاستراكشر سيستم عندنا زي ما قلنا هو سكيلتال ستراكشر، ولكن بيعتمد برضه على وجود الحوائط الحامله في بعض الاجزاء، على الروف اللي محموله فولتس، على الدومز اللي هي بقى مش لازم تكون شكل سيمي سيركل خاص، بوينت الدوم او كونكيف او كونفكس، البيرز الدعامات، الكولمز، الاركيدز، التاورز، الباترسز والفلاينج باترس. طبعا ده الفان فولتس، شايفين هنا الجماليات، ده من الكنائس الانجليزيه القويه جدا. طبعا هما بيبدعوا في الاشكال الهندسيه في المساقط اللي حولوها ل3D في الفولتس البوينتد، دي كلها جرافس عشان نعرف بيها الاجزاء بتاعه الكنائس. الروز ويندو من الحاجات المميزه جدا للواجهات الخارجيه والانتيريور كمان في العماره القوطيه، طبعا ده الاشهر بتاع نوتردام، طبعا عليه تريسري كله، شغل هندسي كله زي فكرة النباتات، تجريد شكل النباتات. نسب الفتحات دايما كانت رأسية وضيق، يعني طويلة، هي عريضة وطويلة في نفس الوقت، مش زي الرومانسك. يبقى البروبورشنز الرأسية بتاعتها أكبر بكتير من الرومانسك، شايفين هنا pointed arch في النهاية، ولكن النسب مرتفعة عشان يديني إحساس بالverticality للكنائس. زي ما قلنا شبيك أوسع وأطول في نفس الوقت، ده بيسموها two light window، يعني الريسيس بيحتوي على أرشين، هنا ممكن يبقى فيه أكتر من شباك جوه نفس الأرش. كلهم بيعتمدوا على وجود أشكال هندسية كتريسري أو كزي جزء كده سكرين على نهاية الشبابيك، أو الشبابيك زي الشبابيك الحماية كده النهاردة عندنا. أغلب الشبابيك كان بيتعمل من الإزاز الملون والمعشر. كل ده من أشكال نباتية تجريدية. الإزاز الملون والمعشق ده من الحاجات المشهورة جدا في العمارة القوطية، استخدامهم للتماثيل والتفاصيل الخارجية بالذات على المداخل طبعا بشكل كبير جدا، وبالإضافة إلى البانيكلز، بانيكلز الأبراج الصغيرة، ده بيديني تسنينة في السيلوات بتاع أو السكاي لاين بتاع الكنائس القوطية، وده مميز ليها جدا، شايفين دقتهم ويعني مثلا ده شباك، ده مدخل من نوتردام، شايفين التفاصيل اللي على الارش نفسه، التماثيل دي كلها اللي على ريسيست ارش، زي اسف دي كنيسة ريمز كاتيدرال في فرنسا برضو بخلاف نوتردام، قريبة منها في الشكل، هم قريبين جدا من بعض ريمز ونوتردام. كنيسة بريتاني في فرنسا وشارس في فرنسا برضو. زي ما احنا شايفين هنا بقى التاورز مميزة جدا للمداخل، يعني لازم هلاقي فيه تو تاورز في المداخل بالذات الفرنسية. وفي ايطاليا كمان زي ما قلنا الاعتماد على الارتفاع في الانتيرير وفي الاكستيرير، الارتفاع والرأسية سمة من سمات العمارة القوطية. العظمة بقى والاريستقراطية كده في الواجهات سمة مميزة للعمارة القوطية، بالإضافة زي ما قلنا لغنى التفاصيل والسكاي لايت
الخشن اللي مليان تفاصيل دي السمة الرئيسية المبهرة في العمارة القوطية، زي ما قلنا اعتمادهم على التكوينات الهندسية، يعني الكلام ده نابع من تشكيلات هندسية، وده مش يعني هم واخدينه من العمارة الإسلامية. بيعتمدوا بشكل كبير جدا على مبدأ الكلاسيكي في السيمترية التامة. حتى الفينيتشر بتاعهم برضه متأثر بنفس التفاصيل، ادي شايفين التريسري مثلا في الكراسي، البانيكلز لحد النهارده موجود التفاصيل دي كلها، البوينتد ارشز في التفاصيل بتاعتهم، يعني انعكست شكل العمارة على شكل الفينيتشر او الاساس. ملخص القول بقى، عشان احنا بعد كده هنخش في عمارة عصر النهضة، ان العمارة الأوروبية بدأت بالإيرلي كريستال ثم البيزنطاين ثم الرومانسك ثم الجوثيك. ونبدأ نقرأ هنا بقى ملخص سريع عن الأربع مراحل لتطور العمارة الأوروبية، لقينا في مقارنات بسيطة وفي أمثلة هنا من فرنسا، من إيطاليا، ألمانيا، من بريطانيا، المملكة المتحدة، وبعض البلاد الأخرى الإسكندنافية وإسبانيا. هنلاقي أمثلة من أسامي الكنائس المشهورة في فرنسا، من أشهر الكنائس أميانز وريمز ونوتردام. لو رحنا اليو كي، بيترسبورغ وآلي وسالزبوري وجلاسجو. في جيرماني هنلاقي مثلا من أشهر الكنائس بامبرج وكولون وفرانكفورت. في إيطالي أشهرهم كنيسة ميلان وسيانا وفلورنس. توليدو في إسبانيا، دول من أشهر الكنائس اللي موجودة في العالم. أشكركم.